ايه مساله الوجود اليهودي في المجتمع المصري دايما مشكله مثيره للجدل؟ هل هي كانت طول عمرها كده ولا ده حصل من بعد 52 ومن بعد 48؟ هو يعني مصر طول عمرها يعني بلد الاديان كلها، في موروث ثقافي من الحضاره المصريه القديمه جمع الناس اللي في مصر على اختلاف اعراقهم واديانهم ومذاهبهم الموجودين، بحيث ما نتكلم عن المصريه يعني فيها بقى خلقت ايه صفه التسامح وصفه الوسطيه وعدم التطرف، كل دي ثقافه جمعت بين المصريين. لدرجه ان لما دخل الانجليز مصر في 1882 حاولوا يلعبوا اللعبه الطائفيه للاثاره بين المسلمين والمسيحيين زي ما كانوا بيعملوا في الهند بين الهندوس وبين المسلمين الى اخر هذا الامر. لدرجه ان الشيخ علي يوسف وهو يعني اولا الشيخ علي يوسف يعني خريج الازهر ورئيس تحرير جورنال الجريده قال في 1897 قال كده: وما المسلمون المصريون الا اقباط غيروا عقيدتي. وده صحيح، يعني المسلم المصري ملناش دعوه بقى بالمسلم اللي جه من الجزيره العربيه، المسلم المصري اصلا ايه؟ مسيحي. مسيحي صحيح. او يهودي وغير عقيدته. بعدها جه مصطفى كامل في 1907 وهو بيعمل الحزب الوطني، خد نفس الجمله ديت في خطابه في الازبكيه لما بيعلن عن الحزب، خد الجمله بتاعت علي يوسف واضاف لها سطرين تاني، سطر تاني قال ايه؟ وهل تغيير العقيده يغير الدم؟ طبعا لا. يعني عايز يقول احنا كلنا واحد. ما فيهاش بقى ايه؟ مسلم مسيحي مش عارف ايه يهودي الاخر. والتاريخ في مصر لم يشهد اي عوامل فتنة. ما كانش في مشكله اسمها مشكله اليهودية ولا اطلاقا اطلاقا، يعني ما فيش، يعني لدرجه هقول لك شوف داوود حسني الملحن المشهور ده طبعا. ده اصلا يهودي ليفي خضر. كويس؟ عارف في المؤتمر الموسيقى اللي اتعمل سنه 32 كان في المؤتمر كان بيتكلم على ان الخوف من دخول الالات الغربيه على الموسيقى العربيه لاخر، فوقف قال ايه في المؤتمر؟ قال لا خوف على الموسيقى العربيه طالما ان هناك قران يتلى. صحيح، المقامات والجمال اليهودي. طبعا ويهودي. طبعا عايز ايه تاني؟